ربيع المسرح الذي نتمنى إن شاء الله أن ينطلق ليكون عالميا. شكرا لساكنة كندا. شكرا للسيد المحترم احمد حجي والي جهه سوسمالسا على هذا الدرع. ندعو السيد صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتقديم درع التكريم للفنان عبد الله ديدان. لميع تحت عاوزين. شكرا جزيلا السيد المحترم عامل اقليم مدينه تنودان. ندعو السيد الفنان محمد حمزه ليلتحق بالخشبه لاخذ صوره تذكاريه مع الضيوف. وسألت العامل المهرجان كيف كرم فنانين رائدين قيصر على أنه يكرم عامل إقليم مدينة تنودان بحبه للفن والفنانين. كنطلبوا من السيد محمد حمزة مدير المهرجان لمنح درع تكريم شكرا للجمهور الكريم على الزغاريد المغربية. السيد المحترم أحمد حجي والي جهة سوس مالسا.
تسمعوا صفات عنبي. على رسول الله إلى جاي لجا سيدنا محمد الله معاك العلي. شكرا شكرا لكم، شكرا للأساتذة. شكرا جزيلا. انا بغيت نستغل هذه الفرصه هذه ونحيي هذا الشعور الكريم، هذا الحضور المميز. حقيقه انا سبق لي انني زرت مدينه تارودات وقدمت فيها عروض مسرحيه، ولكن اليوم تاكد لي بالملموس على ان هذه الساكنه يعني تعشق الفنانين وتعشق الفن المغربي. كنتمنى لكم ان شاء الله دوام الصحه والعافيه، وغادي نقول لكل من ساهم من قريب او بعيد في هذا العرس الفني الجميل، هذا الربيع المسرحي، هذا الربيع الفني اللي كنتمنى ليه ان شاء الله الاستمرار، كنقول لهم برافو برافو برافو. وانا شخصيا ملي كنكون عاجبني الحال وكنكون مرتاح اي كريم كنحيي الجمهور ديالي وكنلقفوا شكرا أستاذ.